حاز رشيد روكي اليوم انتصار على فريق كبير بحجم اتحاد التواري. شباب عانات في الماتش حتى الاخر وجاء الهدف ديال الانتصار، انتصار كبير وكبير وزوين بزاف وزوين بزاف. رشيد سي الحاجه اش ممكن تقول لنا؟ الحمد لله انتصار، اول شيء الحمد لله انتصار، وكما قلتي لعبنا مع منافس اللي هو قوي مرتبه كحتى المرتبه الثالثه، وغير 6 لاعبين اليوم او 5 لاعبين في التشكيله الاساسيه فما عدا اللاعبين الاحتياط، هذا دليل ان الفريق جاي باغي ينافس بقوه باش على الصعود. لكن الحمد لله اللعابه ديالنا كانوا رجال كما العاده، قدمنا مباراه كبيره رغم ان ارتكبنا بعض الاخطاء، لكن الحمد لله كانت عاديه. بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا لاخر الدقائق اللي سجلنا فيها الهدف، وجاء الانتصار هذه من بعد بواحد المعاناه تاع 90 دقيقه، كيكون انتصار اللي هو حلو وزوين بزاف. النهايه ديال الذهاب وكاين الاياب ان شاء الله، ميركاتو واش غيكون ان شاء الله انتدابات جداد واش غتعزوا الفريق بالجداد؟ ان شاء الله. وشنو هي الرساله ديالك للجمهور المحمدي؟ ان شاء الله ضروري، لان واخا الفريق محتل الصف الاول خاصنا في بعض المراكز خدنا بعد انتدابات اللي تكون يعني لو دوبلوغ يكون الدوزيام جوغ، لان عندنا لاعبين صابوا لنا 4 لاعبين اليوم ما كيشتي، الهجوم ديالنا كان فاتح بوحدو، 3 لاعبين من الهجوم كانوا غائبين. تادمنا 2 لاعبين اللي هما العامري واللاعب عصام اللي اليوم شفتوهم دخلوا في الشوط الثاني، يعني الحمد لله قدموا واحد الشوط الثاني اللي هو ممتاز. هذا ما كيعنيش باننا غنحبسوا الانتدابات، الا كان شي لاعب اللي غيفيد وغيكون احسن من اللاعبين اللي عندنا واحسن من اللاعبين اللي غيرحلوا فمرحبا به، ما كانش غنكملوا بنفس الفريق ان شاء الله. واش كتوعد الجماهير ديال شباب المحمديه واش الصعود ان شاء الله؟ والمدينه كلها كتسنى الصعود، واش غنكذب عليك؟ كذب عليك، حنا كاع لاعبين على الصعود وجايين مجتمعين على الصعود ان شاء الله، وربي معنا ان شاء الله والجمهور معنا في كل مباراه ان شاء الله، ما يمكنش غنخيبوا ان شاء الله.